السلام عليكم، انا يا سيده امينه مرات القطبي اللي كيخرجوا لي الاشاعات ديال المؤذن اللي مات مسكين بحديثه. هذاك السيد كان مزوج بيا، عندي معاه ثلاثه ديال الوليدات، توام عنده 3 سنين والبنيه البكرة عندها 5 سنين، وكاين معنا غير هو ومو وباه، وضعيف زعما ماشي عنده شي خدمه رسميه ولا شي حاجه. هو اللي هازنا وهز وليداته وهز والديه. مسكين كاين بمناسبه العيد هو كيمشي يخدم في الدار البيضاء وما يجي بمناسبه العيد، وهذاك النهار يوم الاربعاء ديال المقرز من نواحي جديده مشى مسوق على وليداته وجاي، ومدي حد حشاك واحد الدابه اللي كيهبط من الشانطي باش كيوصل لدارنا، حيت الشانطي بعيد علينا شويه. هبط من الشانطي حيت ما عندناش طريق، هبط من الشانطي كيسيب في الحماره باش يهز التقاديه باش يجي بعيد ب 15 متر من الشانطي باش خرج ليه. جا السيد وضربو وبقى غادي، لقاوه غادي ب 93 متر، عاد وقف، عاد وقفات الطوموبيل اللي ضرباتو. مشينا ومشى حنا بعادين الدار بعيده من الشانطي شويه، لقينا الدوار كله تجمع تما، خرجنا حتى حنا مشينا كنجريو، لقينا لونبيلانس جات داتو، تبعناه حتى حنا انا وامو وباه، تبعناه كنجريو مشينا لقيناه مدخلين وكيديروا لي سكانير في المستعجلات لتحت في سبيطار محمد الخامس الجديده لتحت، لقيناه كيديروا ليه السكانير. خرجوا حنا ديك الساعه في مرحله خيبه، راه كاع بنادم مجرب، كاع بنادم مجرب هاد اللقطه هادي كتكون صعيبه شويه. حنا كنا غير كنبكيو مخلوعين وتابعينه. مني دخلنا عدو شفناه هذاك النهار الاربعاء والخميس والجمعه. الجمعه كنتفاجئوا بانه الدوسي اللي عنده لتحت يعني السبيطار، الطبيب اللي شافو نهار الاول في المستعجلات، نهار تضرب نهار الاربعاء كان غادي شافو في المستعجلات لتحت، كاتب لي ان السيد راه جا مضروب وفي حاله سكر، وهذا السيد راه مؤذن وما مشى حتى كيأذن في الجامع، وهالجامعه وحدانا تشوفوه معانا، والجيران كلهم حاضرين على هادشي، بان السيد كان كيقرا قران وكان كيصلي بالناس وكان مؤذن وما مشى مسكين حتى صلى. وداك الشيء كنتفاجئوا بان الدوسي راه كاتبين فيه السيد راه مات في حاله السكر. السكر حتى حنا تابعناهم، درنا مظاهره وداك الشيء، وطلبنا طالبنا بتشريح. مني خرج التشريح دابا كذبونا، بان بان السيد ما كانش سكران. مني جات التشريح جات النتيجه للسبيطار محمد الخامس، دابا السبيطار ناضوا المسؤولين قالوا بان هاد النتيجه ديال الكحول حكا راه كتبقى فيه غير 7 ايام وكتحيد، يعني النتيجه راه ما كايناش، وداك الخبره علميه كتاكد بان الكحول راه ما كيحيد من الجسم لمده 40 يوما، عاد كتحيد هاد الماده ديال الكحول. يعني حنا بغينا الناس يتدخلوا ويبينوا لينا الحق، بغينا الجمعيات، فين هما الجمعيات اللي في المغرب؟ فين هو المغرب؟ فين هما الناس اللي كيكونوا كيوقفوا مع الناس؟ فين هما المحققون؟ فين هي الخبره العلميه؟ محمد السادس بغيناك توقف معانا، والسي الحموشي بغيناك توقف معانا، راه حنا مظلومين، السيد مات مظلوم وتوفى مظلوم، وحنا تظلمنا، ودابا هو وسخوا ليه حتى السمعه. وسخوا لي سمعته بان السيد راه مات في حاله سكر. هنا كنطلب من السي الحمونشي يتدخلوا، ومن محمد السادس نصره الله كنطلب منهم يتدخلوا ويعطيو لهاد اليتامى ثلاثه حقهم من باباهم، راه توفى مظلوم، وباباه دابا راه مسكين في الدار البيضاء في مستشفى، راه بداك الفقسه مشى دار عمليه، وراه حنا باقيين ما درناش حتى 40 هي لولده، وهو مسكين راه في السبيطار دابا. كنطلب من محمد السادس والسي الحموشي يوقفوا معنا في هذا الموضوع، راه حنا مظلومين بزاف، عائله القطبي راها مظلومه بزاف. انا ولدي مؤذن ديال الجامع، غادي فاق مع الصباح افطر معانا، فطار معانا وغادي دا الحمارة ومشى للسوق، وتغدا وجاي. انا مرا مريضة، وباه راه في السبيطار عندو هذا هو مريض بالفقسة، مريض باه مريض، وخرج ضربو ب 15 متر بعيد من الشانطي. وولدي مؤذن ديال الجامع وكيصلي مع الجماعة، وداروا حالات سكران، هو مصلي ومضي ولدي مؤذن ديال الجامع، وتضرب بعيد من الشانطي ب 15 متر، وما وقفت على 150 متر، جايب سرعة مفرطة، وفي الحالات في الدخلة ديال المستعجلات
ديروا اللوغل ديال المستعجلات هو اللي كاش على ولدي سكران. الدكتور اللوغل يوم الاربعاء اللي كيجي باب اللوغل ديال المستعجلات هو اللي كاش على ولدي سكران. انا ملي تبعت ولدي صدت خت الشايفور وصدت موس تخت وسط عائلته كامله تما. كنتعبهم جايين يواسيونا كتقول لي يا مو جاو يلعبوا لعبهم وجاو عطاو الرشوه. كتقول لي يا مو مزيان مني ما صيفطوش ولدك المريزكو ما مشى حتى واحد عند الجدارميه. قلت لها شوفي لا لا انا كنتسنى عافيه ولدي يخرج ما باغاش يمشي عند الجدارميه. كتقول لي باه فين بقى؟ قلت لها باه راه دير واش راه مريض راه بقى في المحل راه مصيفط وتسوق علينا حنا شي ناس ضعافه. ولدي هو اللي كاين بيا ومؤذن ديال الجامع هو اللي كاين بيا انه ابوه وخاو ثلاثه الوليدات من هي عندها 5 سنين وجوج وليدات توينين عندهم 3 سنين اليوم ربي انا طلبت ربي ومحمد السادس يوقف معنا وحموشي. انا طلبت الجمعيات يشوفوا هذا الظلم. انا طلبت الجمعيات ومحمد السادس والحموشي يوقف معنا ويشوف حالتنا اللي حنا شي ناس ضعاف. عندي هذا الولد خدام عليا انا وليداتهم 5 كنشوف الحقره اللي تحقر ولدي كي تضرب بعيد من الشانطي ب 15 متر وما توقف الطوموبيل على 150 متر ولا الكوشطه الجدارميه وكنشوف الحقره والظلم اللي تحقرت به ولدي. تحقرنا حقره كبيره بزاف. انا بغيت جلاله الملك محمد السادس يوقف معايا والحموشي يوقف معايا كيخرج يشوف الظلم ويشوف ولدي فين تضرب ويشوف وليداتها مرتو يتيمه وبقاو ليها اليتامه وكان ولدي كاين بيا انا ومو انا مراه مريضه ومباراه في السبيطار دروكا. مني ديناه للسبيطار الطبيب قلنا ليه عطينا زعما شي دليل على انك لقيتي سكران. قال لي محق شميتو داكشي باش لقيتو سكران. وحنا دايرين الامل في الله وفي الطب وكيقول لي مشميتو. فينا هي الخبره العلميه؟ فينا هي القرايه ديال الطب؟ فينا هي الخبره العلميه؟ فينا هما التحاليل؟ وصل عندك 30 سنه وهو متدين ومصلي دخل عندك جوج سويع وسختي لي السمعه ديالو. سبيطار محمد الخامس مدينة الجديدة السبيطار الكبير ديال محمد الخامس بمدينة الجديدة. حنايا هاد التخلويط طلع من المستعجلات اللي لتحت. أول مرة مني كنت دخل المريض كيستقبلوه في المستعجلات. هاد التخلويط وقع في المستعجلات. السيد طلع نعس في الإنعاش في الغرفة ديالو. ديك الساعة طرقوا ليهم المسمار وداروا التخلويط في الدوسي كتبوا بأنه دخل في السكران. أنا دابا كنطالب فينا هي الخبرة العلمية؟ فينا هو القانون ديال الدولة؟ فينا هو القانون؟ أنا هنا فين خاصنا يبان القانون وهنا فين خاصة تبان الخبرات العلمية وهنا فين خاص يتدخل محمد السادس والسي الحموشي. هادشي اللي كنطلب. بغيت حقي وبغيت حق وليداتي اللي بقاو يتامى والبكرة عدى 5 سنين. ما بالك الأيام؟ فينا هي قرايتهم؟ فينا هو سبيطارهم؟ فينا هي المعيشة اللي كان كيوفر لهم باباهم؟ هادشي اللي كنطلب من السي الحموشي محمد السادس. وعاش الملك.